دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه الانسترومنتس والماتيريالز اللي احنا هنحتاجها عشان نبدا ناخد السكندري امبريشن او الفاينل امبريشن بتاعنا. اول حاجه هنشوف الانسترومنتس. انت احنا غالبا بنحتاج معانا طبعا واكس كارفر او واكس نايف، بنحتاج سكالبل زي ما احنا شايفين يكون ليه شارب بلاي عشان الفور سكرابينج اوف الجرين كومباوند بعد ما نخلص. محتاجين برضو يكون عندنا سورس اوف هوت ووتر عشان المانيبيوليشن بتاع الجرين كومباوند، محتاجين يكون عندنا توش اوف فاير زي ده. نيجي للماتيريالز، عندنا برضو محتاجين اللي هو الجرين كومباوند ستاكس بالمنظر ده، تقريبا كل قرش يعني بيبقى بياخد 1 ستاك او 1 اند هاف او 2 ستاك، لو هو قرش كبير ممكن بياخد 2 ستاك وممكن يزيد في الحالات اللي فيها قرشز كبيره. طبعا احنا زي ما احنا قلنا هناخد الامبريشن بتاعنا باستخدام رابر بيس. هنستخدم هنا في الامبريشن بتاعنا النهارده الميديوم رابر بيس، هنستخدم ده بيبقى البيس بتاعنا وده الكاتاليست اللي احنا هنستخدمه في الامبريشن بتاعنا. نبدا قصه التريسنج اوف جرين كومباوند. هنعمل التريسنج، طبعا في كذا سكول للتريسنج اوف جرين كومباوند، في ناس بتشتغل الليبيال فلانج فورست وبعدين بتشتغل بوس الباكر فلانجز وبعدين بتشتغل البوستيريو بارتال سيل، في ناس بتشتغل رايت الاول وبعدين لفت وبعدين بوستيريو بارتال سيل، وات ايفر السكول اللي انت حابب تشتغل بيها. المهم في الاخر ان احنا تو اتشيف ريزلت ان احنا بقى عندنا جود بريفرال سيل، عندنا جود ريجستريشن للفلانج بتاعنا ان بروبر لينس اند بروبر ويدث وزاوت اوفر اكستنشن او اندر اكستنشن، لان ده بيبقى طريقنا للفيزيكال مينز اوف ريتنشن اللي احنا نقدر نحصل عليها زي ما احنا شايفين مع حضراتكم دلوقتي. تمام، دلوقتي احنا هنبدا خلاص حصل بويلنج للووتر عندنا. تمام، هنبدا دلوقتي ان احنا نعمل هيتنج للكومباوند عندنا البودر مولدنج جرين كومباوند، وهنبدا ان احنا نابلاي ات تو ذا تري. طبعا زي ما قلنا في كذا سكول للقصة دي، انا شخصيا كوني يعني بعتبر نفسي بروفيشنال في القصة ديت، فببدأ ان انا اعمل بوردر مولدنج للباكل، هنبدأ ان احنا بنجيب الكومباوند بالمنظر ده وبنعمل له ادابتيشن باي هاند كده بالمنظر ده تو ذا امبريشن. انا باخد الليبيال هنا دلوقتي، هاخد الليبيال والباكل فلانجز ان وان ستيب. لو ما كفتش الحته اللي احنا دفيناها بناخد حته كمان، بحيث ان احنا هنعمل بوردر مولدنج للليبيال فلانج والباكل فلانج ان وان ستيب بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. بنبدأ ان احنا نعمل ادابتيشن للكومباوند على التري، ونبدأ ان احنا نعمله تمبرايزيشن في الووتر كده بالمنظر ده اهو. نعمله الاول ادابتيشن على التري باي هاند بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. تمام، بعد ما عملنا له ادابتيشن كده عشان ما يحصلوش سيبريشن عن التري بتاعتنا، هنبدا ان احنا ناخد الامبريشن بتاعنا بقى انسايد بيشنت ماوس، او هنبدا ان احنا نعمل بودر مولدنج اوف ليبيال اند باكل فلانج. تمام، دلوقتي احنا عملنا سوفتنج كومباوند، هنبدا ندخل الكومباوند انسايد البيشنت ماوس بالمنظر دوت. هناخد البوزيشن بتاعنا بيهايند البيشنت كده، وهنبدا ان احنا نبدا البودر مولدنج بروسيدجرز بتاعتنا بالمنظر ده تو مولد lips and the cheek movement. ضم شفايفك كده عمالي، ايوه ضم شفايفك على صوابعي كده. هنا احنا بنعمل بوردر مولدنج للليبيال فلانج بشكل كويس. المفروض عندنا ان احنا كل ما بنأتشيف بروبر بوردر مولدنج، المفروض ان احنا صوت السكشن عندنا دايما بيبقى متلاحظ في كل الستبس. طبعا احيانا لما بنبدا نعمل الليبيال والباكل فلانجز
في البوكابولدر مولدنج، ويبقى لسه ما عملناش البوستيريور بارتال سيل، فبيبقى السيل عندنا مكسور لسه من ورا، ما تحققش موجود عندنا. بس هنشوف كده عندنا السيل الى حد ما زي ما احنا شايفين، ما شاء الله اتشيف بروبر سيل وسكشن كويس جدا، والبوردرز هنا عندنا كلها مرسومه بشكل جميل جدا ان وان ستيب وزاوت اني ديفيكولتي. تمام، طبعا بيبقى فيه الزيادات اللي هي اللي موجوده انسايد، هنبدا ان احنا نشيلها قبل ما هنبدا نعمل بعد كده المولدنج بتاع البوستيريور بارتال سيل اريا فيما بعد. هنا احنا هنبدا طبعا اي اكسس داخلي هنا عشان ما يعملناش بريشر اريا، هنبدا ان احنا نشيله بالمنظر دوت اهو، بحيث ان هو ما ياثرش على البريشر ارياز الموجوده، ونسيب اونلي البوردر مولدنج اللي احنا عملناه على الفلانجز بتاعتنا. تمام، وبكده هنبدا نعمل سوفننج للكومباوند ونجهزه عشان خاطر نعمل المولدنج بتاع البوستيريور باليتال سيل اريا. دلوقتي احنا عملنا سوفننج للكومباوند زي ما احنا شايفين، وهنبدا ان احنا هنابلاي سوفتنج كومباوند على المنطقه بتاعه البوستيريور باليتال سيل اريا هنا كده بالمنظر ده، وهنبدا ان احنا نعمل لها مولدنج انسايد البيشنت ماوس اهو، نعمل لها ادابتيشن على التري بالمنظر ده بحيث ان احنا نضمن ان هي ادابتد كويس بالمنظر ده. نعمل لها سوفتنج للمره الثانيه، وكده بقى جاهز ان احنا نبدا نعمل البوردر مولدنج انسايد البيشنت ماوس. دلوقتي احنا عملنا سوفتنج للكومباوند على البوستيريور باليتال سيل اريا، هنبدا ان احنا تو انسرت التري بالمنظر دوت انسايد البيشنت ماوس، هناخد البوزيشن بتاعنا برضه كده. تمام، وهنبدا ان احنا نعمل بوردر مولدنج الاول لل البوستيريور بارت بتاع الباكر فلانج، وبعدين هنبدا ان احنا تو انستراكت البيشنت ان هو يتحرك الحركات دي بحيث ان هو نعمل بوردر مولدنج للسوفت باليتال موفمنت ان ديفرنت دايركشن بالمنظر ده، بنخليه يحرك ايه النك بتاعته ان ديفرنت دايركشن، بعدين بنستراكت هيم تو ريلاكس ان بوزيشن بالمنظر ده. كده نبقى احنا عملنا قفلنا البريفرال سيل من ورا كويس جدا باستخدام البودر مولدنج كومباوند. طيب هنبدا نشوف، شايفين هنا السكشن دلوقتي في صعوبه شديده جدا لازاله التري، وفي سكشن ساوند جميل جدا بيريبريزنت الاول اناتومي بتاع البودرز هنا بالنسبه للبوستيريور باليتال سيل اريا وبالنسبه للبودرز. باستخدام السكشن ده اقدر اعتمد على البودر مولد سبيشال تري دي في الامبريشن بتاعتي، انما انا لو ما حصلتش على صوت السكشن ده during البوردر مولدنج بروسيدجرز، يبقى ان انا اخش على خطوه الامبريشن دي بتبقى مغامره غير محسوبه العواقب زي ما بنقول، لان ما اللي انا ما قدرتش اجيبه في البوردر مولدنج صعب جدا اقدر ان انا تو اتشيف ات او احققه في الامبريشن ماتيريال بتاعتي، لان الامبريشن ماتيريال بتاعتي المفروض انها في معظم الحالات بتبقى زي زنك اوكسايد او زي اللايت رابر بيس، بيبقى ليها لايت فيسكوستي او الفيسكوستي بتاعتها بتبقى قليله، فما بتقدرش انها تدي لي بادي بحيث انها تلف على البوردرز بشكل كويس، فاحنا لازم بنديها الاول بنحقق البريفرال سيل اكتر في البوردر مولدنج. طبعا اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنبدا نعمل سكرابنج للبوردرز باستخدام سكالبل، هنعمل سكرابنج للبوردرز عندنا هنا بحيث ان احنا تو بروفايد سبيس فور رابر بيس امبريشن، وهنبدا ان احنا ناخد الامبريشن بتاعنا او الفاينل ووش بتاعت السكندري امبريشن بتاعنا. طيب دلوقتي احنا خلصنا خلاص البوردر مولدنج، هنبدا دلوقتي نعمل سكرابنج اول اراوند حوالي 1 ملم او 2 ملم 1 ملم اونلي عشان تو بروفايد سبيس فور الرابر بيز عندنا. برضو لو في اي ستابس ما بين الكومباوند وما بين الفيتنج سيرفيس هنبدا ان احنا نشيلها باستخدام بس وسكوشن عشان نستخدم
السكالبل بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. هنبدأ عشان ما نخليه فلاشد، نخلي السكالبل بليد فلاشد بتوين الجرين كومباوند والفيتنج سيرفيس بتاع التراي، بحيث ان الاثنين يبقوا بسوا واحد او ان وان ليفل. ده هنا زي ما احنا شايفين، شايفين الشكل ده هو اللي احنا عايزين نسعى له، ان احنا يبقى عندنا الكومباوند تريسنج والتري فلاشد بالمنظر ده. هاجي برضو على البوردر كريست هنا وهبدأ احاول اشيل طبقة اربيتري حوالي 1 مليمتر برضو عشان ما يحصلش بريشر اريا عندي من الكومباوند على في البوردر بتاع الفلانج عندي، وهنكمل ده في بقية التري كلها. كده احنا خلاص خلصنا السكرابينج زي ما احنا شايفين، مفيش اي اوفر اكستندد كومباوند جوه على الفيتنج سيرفيس بتاع التراي زي ما احنا شايفين. وكده بقى السبيشال تراي بتاعتي بقت ريدي فور فاينل ووش او فور سكندري امبريشن ريجستريشن.